بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة الفرقة الأولى شعبة إدارة ومحاسبة، أهلا بكم في محاضرة لمادة مبادئ المحاسبة 2. المحاضرة هتتكلم عن العمليات المحاسبية عن المخزون السلعي. المحاضرة هتكون على مجموعة أجزاء، النهاردة هنتكلم في الجزء الأول. محاور المحاضرة هتكون بعدة عناصر. العنصر الأول هنعرف يعني إيه مفهوم المخزون، يعني إيه المخزون. طيب هل المخزون ده بيختلف المنشآت التجارية عن المنشآت الصناعية؟ هنميز بين النظم المحاسبية المستخدمة للمحاسبة عن المخزون، بين النظام الدولي، نظام الجرد الدولي ونظام الجرد المستمر. وبعدين هندخل في الطرق المختلفة لتحديد تكلفة المخزون، وأخيرا هنشوف أثر الطرق دي على القوائم المالية. فيما يتعلق بالمحور الأول اللي هو مفهوم المخزون، المخزون السلعي يمثل أحد بنود الأصول. بس أي أصول؟ نعرفين ان الاصول عندنا في اصول متداولة واصول غير متداولة. اصول متداولة اللي هي قصيرة الاجل، اما الاصول غير المتداولة اللي هي طويلة الاجل. المخزون السلعي احد بنود الاصول المتداولة، احد بنود الاصول المتداولة. الشركة بتحتفظ بيها، يا اما تحتفظ بيه لغرض البيع، ده في المنشآت التجارية، أو البضائع اللي هتستخدم وتستهلك في إنتاج السلع المعدة للبيع. على هذا الأساس، عندنا الآلات والمعدات بأصول إيه؟ أصول غير متداولة ملموسة لا يمكن إدراكها ضمن بنود المخزون. كذلك الاستثمارات المالية من الأصول برضه بنستبعدها من المخزون، لأن الأصول دي إحنا ما بنشتريهاش عشان خاطر نستخدمها في العمليات الإنتاجية أو لا تتعلق بالنشاط الجاري للشركة، وإحنا عارفين إن الإيه؟ إن المخزون بيختلف بين المنشآت التجارية والمنشآت الصناعية. احنا دلوقتي هنميز بين انواع المخزون في المنشآت التجارية والمنشآت الصناعية. في المنشآت التجارية اللي هي بتشتغل في التجارة، الشركات اللي بتشتغل في التجارة بتشتري البضاعة علشان خاطر تعمل لها اعادة بيع، يعني ما تعملش عمليات صناعية على البضاعة، هي بتشتري البضاعة بنفس حالتها بتعمل لها اعادة ايه؟ اعادة بيع. البضاعة هنا تكون جاهزة، البضاعة بتكون جاهزة. بيترتب على كده ايه؟ ان انا بيكون عندي حساب واحد للمخزون بيتم الافصاح عنه في قائمة المركز المالي. اما في المنشآت الصناعية، بيتكون المخزون من ثلاث عناصر. العنصر الاول اللي هي المواد اللي انا بشتريها عشان استخدمها في العمليات الانتاجية. طيب انا دلوقتي دخلت المواد في العمليات الانتاجية، اشتريت مواد عشان خاطر استخدمها في العمليات الانتاجية، في جزء هيستخدم في العمليات الانتاجية، في جزء متبقي. الجزء المتبقي ده يطلق عليه مخزون اخر المدة من المواد. طيب بدأنا العمليات الصناعية، في جزء من العمليات الصناعية تم وفي جزء ما زال تحت التشغيل. يبقى في المنشآت الصناعية عندي نوع تاني من المخزون يطلق عليه الإنتاج تحت التشغيل، والجزء الثالث اللي هو الجزء الايه؟ الجزء اللي تم من البضاعة ولم يباع، برضه هنا بيطلق عليه مخزون الإنتاج التالي. يبقى احنا نستنبط هنا ايه؟ نستنبط ان في المنشآت التجارية يبقى عندي نوع واحد من المخزون، لأن البضاعة ما بعملش عليها عمليات صناعية، ويظهر
كحساب واحد فين؟ كحساب واحد في قائمة المركز المالي. أما في المنشآت الصناعية بيبقى عندي 3 أنواع من المخزون، اللي هي مخزون المواد ومخزون الإنتاج تحت التشغيل الذي لم يستكمل حتى يتم تحويله لإنتاج تام، ومخزون الإنتاج التام غير المباع. نشوف كده الإفصاح عن المخزون في قائمة المركز المالي. إحنا عارفين إن أنا قلت في أول المحاضرة إن المخزون ده يمثل أحد الأصول المتداولة، وبالتالي هيظهر في قائمة المركز المالي ولا في قائمة الدخل؟ لا طبعا، الأصول بتظهر في قائمة المركز المالي. في المنشآت التجارية أنا عندي هنا قائمة جزئية لمنشأة تجارية، عشان كده من ضمن الأصول المتداولة ظهر لي مخزون البضاعة هنا هو ب100,000 جنيه. مخزون البضاعة حساب واحد للمخزون، لأن البضاعة اللي بشتريها بهدف إعادة البيع. أما في المنشآت الصناعية بيبقى عندي كم نوع من المخزون؟ زي ما قلنا 3 أنواع من المخزون: المواد اللي أنا اشتريتها وما استخدمتهاش ولم تستخدم في العمليات الصناعية اللي بنسميها المواد الخام، ومخزون الإنتاج تحت التشغيل، ومخزون الإنتاج التام. طيب البضاعة اللي بيشملها المخزون، البضاعة يعني هل كل بنود المخزون، هل كل بنود المخزون اللي عندي أحطها ضمن بنود المخزون، ولا في حاجات معينة لازم تستبعد؟ إحنا عارفين إن المخزون السلعي في السجلات المحاسبية بيظهر بالتكلفة، بيظهر بالتكلفة، إنما لازم أراعي ملكية هذا المخزون، هل هو مملوك للشركة ولا غير مملوك للشركة؟ يبقى المخزون السلعي بيظهر بالتكلفة، بس لازم نراعي العناصر المملوكة للشركة عشان ندركها ضمن قائمة المركز المالي أو ضمن عناصر المخزون. في حاجات بتستبعد من المخزون لما نيجي نحسب تكلفته، في عناصر بتستبعد من المخزون لما نيجي نحسب تكلفته. يعني على سبيل المثال، لو انا اشتريت بضاعه وسجلتها كمشتريات حتى لو لم ترد للمخازن، دي تعتبر من ضمن عناصر المخزون، لان انا اشتريتها وسجلتها كمشتريات، وممكن تكون البضاعة في الطريق أو لم تصل الشركة حتى تاريخه، فأنا بعتبرها ضمن بنود المخزون. لو في بضاعة بالطريق برضو، إن شروط التسليم محل البائع، يعني الشركة اللي أنا اشتريت منها البضاعة واخد عليها شرط إن تسليم البضاعة بيكون محل شركة محل البائع، والبضاعة ما زالت في الطريق، برضو تعتبر من ضمن عناصر المخزون لأنها مملوكة للشركة. يبقى وأنا بحدد تكلفة المخزون لازم أراعي ملكية عناصر المخزون، هل هي مملوكة للشركة ولا مش مملوكة للشركة؟ لو عناصر المخزون مملوكة للشركة تدرك ضمن تكلفة المخزون. في برضه لو بضاعة الأمانة لدى الموزعين، يعني عندي موزعين للشركة بعد ما بعت لهم بضاعة عشان خاطر يبيعوها، ولكن البضاعة ما زالت عندهم لم تباع، فأنا برضه أدركها ضمن ضمن المخزون. بضاعة مباعة بالطريق بس شروط البيع تسليم محل المشتري، ها، وأنا سجلتها كمشتريات برضه، فهنا تعتبر ضمن بنود المخزون السلعي لأنها مملوكة للشركة. يبقى هنا العنصر الجوهري، إحنا بنحدد هل العنصر المخزون ده مملوك للشركة ولا مش مملوك للشركة. لو مملوك للشركة تدرك ضمن تكلفة ضمن تكلفة المخزون. ولا يعد من عناصر المخزون رقم واحد البضاعة المباعة ولكنها موجودة بالمخازن ولم تسلم للعملاء، لأن أنا بعت بضاعة للعملاء ولكنها لسه ما زالت عندي موجودة في المخازن، فما ينفعش أدركها ضمن المخزون لأن أنا خلاص بعت بعتها للعملاء. بضاعة الأمانة للغير، بضاعة تحت الاستلام ولم تسجل كمشتريات. الثلاث عناصر دول ما بنعتبرهمش ضمن عناصر المخزون لان ملكيتهم ليست ليست للشركه. طيب ايه بقى التكاليف؟ اما اجي اقيم المخزون السلعي احدد تكلفته، اما اجي احدد تكلفه المخزون السلعي بناخد قيمه المشتريات من فاتوره المورد،
الفاتورة اللي أنا اشتريتها بالبضاعة يكون مسجل فيها قيمة المشتريات، ده العنصر رقم واحد. رقم اتنين، مصاريف النقل للداخل. مصاريف النقل للداخل يطلق عليها مصاريف نقل المشتريات حتى تصل للمخازن، دي برضو من ضمن تكلفة المخزون. الرسوم الجمركية عند شراء بضائع من الخارج برضو تعتبر من ضمن تكلفة المخزون. مصاريف التخليص الجمركي والفحص تعتبر من ضمن تكاليف المخزون. يبقى معنى كده ايه بصورة عامة؟ تكلفة المخزون تحدد حتى تكون البضاعة جاهزة للبيع. حتى تكون البضاعة جاهزة للبيع، نقلت البضاعة للداخل، حملت رسوم جمركية، مصاريف تخلص جمركي، دول كلها بنضيفها ايه؟ بنضيفها لتكاليف المخزون السلعي. ولا يعد من بنود المخزون، يعني انا استبعد الحاجات دي وانا بحدد تكلفة المخزون، اللي هي تكاليف التخزين والمصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتوزيع. ومصاريف البيع والتوزيع. نيجي بقى على المحاسبة عن المخزون السلعي. احنا عندنا نظامين للمحاسبة عن المخزون السلعي. نظام الجرد الدوري، ان انا بعمل جرد مرة واحدة في نهاية السنة او كل فترة، ونظام الجرد المستمر يكون في استمرار جرد المخزون السلعي. وطبعا القيود المحاسبية بتختلف وفقا لطبيعة كل نظام. هنتكلم دلوقتي عن المحاسبة عن المخزون السلعي وفقا لنظام الجرد الدوري. وفقا لنظام الجرد الدوري قلنا بنحدد كمية المخزون بصورة دورية، بنسجل عملية اقتناء المخزون خلال الفترة المحاسبية بالجانب المادي من حساب المشتريات، ودي نقطة جوهرية في نظام الجرد الدوري. بنسجل عملية شراء المخزون في حساب ايه؟ في حساب المشتريات. لما اضيف تكلفة المشتريات اللي حصلت خلال الفترة على تكلفة مخزون اول الفترة، بنوصل لايه؟ بنوصل لتكلفة البضاعة المتاحة للبيع. تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، يبقى تكلفة البضاعة المتاحة للبيع بتساوي ايه؟ بتساوي تكلفة مخزون اول الفترة زائد تكلفة المشتريات خلال الفترة. لما اطرح تكلفة مخزون اخر الفترة من تكلفة المشتريات او تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، هاوصل لايه؟ تكلفة البضاعة المباعة. يبقى في نظام الجرد الدوري، في نظام الجرد الدوري بنسجل عمليات اقتناء المخزون او عمليات المشتريات او عمليات المشتريات خلال الفترة المحاسبية في حساب المشتريات. لما اضيف تكلفة المشتريات خلال الفترة على مخزون اول الفترة، بنوصل لتكلفة البضاعة المتاحة للبيع. لو طرحت انا تكلفة مخزون اخر الفترة من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، هأوصل لإيه؟ هأوصل لتكلفة البضاعة المباعة. طيب بنحسب إزاي؟ أنا دلوقتي بقول هأطرح تكلفة مخزون آخر الفترة من تكلفة البضاعة المباحة للبيع. طب هأحسب تكلفة مخزون آخر الفترة إزاي؟ بقول من خلال الجرد المادي لعناصر المخزون، ودي زي ما بقول بتتم إيه؟ في مرة واحدة في نهاية العام. طيب هل نظام الجرد الدوري ده مناسب لكل الشركات ولا يلائم نوعيه معينه من الشركات؟ هنا بنقول ان نظام الجرد الدوري بيستخدم فين؟ بيستخدم في الشركات اللي بتتعامل بعدد كبير من البضائع، نوع عدد ونوع، يعني ايه؟ يعني اعداد كبيره او انواع ايه وانواع مختلفه، وقيمتها منخفضه. وعشان كده احنا قلنا بنعمل جرد لهذه الانواع المختلفه ولو لمره واحده في نهايه السنه لتحديد قيمه المخزون او بضاعه اخر المده. عشان كده احنا بنستخدم مجموعه من الحسابات في نظام الجرد الدوري، وهذه الحسابات بتختلف في نظام الجرد المستمر. احنا دلوقتي شغالين في نظام الجرد الدوري،
بنسجل مخزون اول الفتره في حساب البضاعه، في حساب البضاعه، وهنا يمثل قيمه البضاعه لدى المشروع في بدايه عمله لاول مره، اللي هي بضاعه اول ايه، اول المده او المتبقيه في نهايه السنه الماضيه، لان مخزون نهايه الفتره في السنه الماضيه ومخزون اول الفتره السنه دي. بعد كده برضو بنعتمد على حساب المشتريات، بسجل فيه المشتريات التي تمت خلال الفترة، بسجل فيه المشتريات اللي تمت خلال السنة أو خلال الفترة بتكلفة الحصول عليها، أو بالإضافة لحسابات إيه، مسموحات ومردودات المشتريات والخصم المكتسب. كل العناصر الثلاثة اللي أنا قلت، حسابات المسموحات والمردودات المشتريات والخصم المكتسب، بنخفض بيها حساب الإيه، حساب المشتريات. طيب لما بيع بضاعة بسجلها في حساب المبيعات، حساب الايه، حساب المبيعات. طيب لو حصل مردودات او مسموحات او خصم مسموح به، بحفظ به المبيعات. برضو بيبقى عندي هنا كمان حساب مصروفات شراء الايه، شراء البضاعة. نيجي بقى للقيود المحاسبية في نظام الجرد الدوري. انا بقول في نظام الجرد الدوري بعتمد على مجموعة من الحسابات لتسجيل بضاعة أول المدة وعمليات الشراء وعمليات البيع. على سبيل المثال، لو الشركة قامت بشراء بضاعة، لو الشركة قامت بشراء بضاعة هنسجلها ازاي؟ هنقول حساب المشتريات ده مدين، والطرف الدائن لو أنا اشتريتها على الحساب هقول إلى حساب الدائنون، لو أنا اشتريتها نقدا او الى حساب الصندوق. يبقى عند شراء بضاعه هنقول من حساب المشتريات الى حساب الدائنون، لو انا اشتريت البضاعه دي على الحساب، او من حساب المشتريات الى حساب الصندوق لو انا اشتريتها ايه، لو انا اشتريتها نقدا. إيه لو انا رديت جزء من البضاعه دي او في مسموحات، باعكس القيد اللي انا قلت عليه، بعكس القيد اللي انا قلت عليه. انا بقول عند عمليه الشراء بنقول من حساب المشتريات الى حساب الدائنون او الصندوق، لما ارد جزء من البضاعه بقول من حساب الدائنون او الصندوق حسب عمليه الشراء ان كان الحساب او نقدا الى حساب مردودات المشتريات. طيب لما نبيع بضاعه، لما نبيع بضاعه هنقول من حساب المدينون لو انا بايع بضاعه الحساب، او من حساب الصندوق لو انا بايع البضاعه نقدا الى حساب المبيعات. يبقى عند بيع البضاعة نقدا بقول من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات، لو أنا بايعها على حساب هقول من حساب المدينون إلى حساب المبيعات. يبقى هنا لما نيجي نحسب تكلفة البضاعة المباعة في نهاية السنة، أما أحسب تكلفة البضاعة في نهاية السنة وفقا لنظام الجرد الدوري، إيه تكلفة البضاعة المباعة هتساوي إيه؟ هتساوي صافي المشتريات، اللي هي المشتريات ناقص المردودات ناقص المسموحات ناقص الخصم المكتسب، بنسميها صافي الايه، صافي المشتريات، واضيف عليها مخزون اول الفتره ناقص مخزون اخر الفتره، بنسميها دي لو انا خدت صافي المشتريات زائد مخزون اخر الفتره ناقص مخزون اخر الفتره هتساوي تكلفه البضاعه المباعه. من عندي مخزون اول الفتره زائد صافي المشتريات، احنا قلنا سميناها من شويه ايه، تكلفه البضاعه المتاحه للبيع. طيب تكلفه البضاعه المتاحه للبيع هتساوي، بتساوي مخزون اخر الفتره زائد تكلفه البضاعه المباعه. لازم ايه نركز على العلاقات في السلايد ده. انا بقول مخزون اول الفتره زائد صافي المشتريات بيساوي ايه، تكلفه البضاعه المتاحه للبيع. طيب بنفس الاسلوب برضو، تكلفه مخزون اخر الفتره زائد تكاليف البضاعة المباعة بيساوي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، أو صافي المشتريات زائد مخزون أول الفترة هيساوي تكلفة البضاعة المباعة زائد مخزون آخر الفترة. صافي المشتريات زائد مخزون أول الفترة هيساوي تكلفة البضاعة المباعة زائد مخزون أول الفترة. تكلفة البضاعة المتاحة للبيع هتساوي صافي المشتريات زائد مخزون اول الفتره، او بتساوي تكلفه البضاعه المباعه زائد مخزون اخر الفتره. مخزون اخر الفتره ممكن نحسبه بيساوي ايه، بيساوي تكلفه البضاعه المتاحه للبيع ناقص تكلفه البضاعه المباعه.
هقول العلاقات دي تاني، انا بقول ان صافي المشتريات زائد مخزون اول الفترة بيساوي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. تكلفة البضاعة المتاحة للبيع دي يا اما هنبيع جزء هنبيعها، يا اما ما بعتهاش كلها، البضاعة المتاحة عندي دي هيتبقى جزء ايه؟ جزء عندي في المخازن. يبقى تكلفة البضاعة المتاحة للبيع هتساوي تكلفة البضاعة المباعة الجزء اللي انا بعته زائد الجزء المتبقي اللي هو في مخزون اخر الايه؟ اخر الفترة. يبقى بصورة ملخصة كده بنظام الجرد الدوري، احنا قلنا في نظام الجرد الدوري بنعمل جرد المخزون في نهاية السنة لمرة واحدة، بنعتمد على مجموعة من الحسابات لتسجيل المشتريات ومخزون أول الفترة والمبيعات ومردودات ومسموحات المبيعات وكذلك مردودات ومسموحات المشتريات. قلنا لما نشتري بضاعة بنقوم حساب المشتريات إلى حساب الدائنون أو حساب الصندوق، لما نرد جزء منها بنقوم حساب الدائنون أو الصندوق إلى حساب مردودات المشتريات، لما ابيع بضاعه بقوم من حساب الصندوق او حساب المدينون الى حساب المبيعات، وفي مجموعه من العلاقات بين مخزون اول الفتره وصافي المشتريات ومخزون اخر الفتره وتكلفه البضاعه المباعه. المفروض هنا من الشكل ده الواضح قدامك ان مخزون اول الفتره زائد صافي المشتريات هيساوي مخزون اخر الفتره زائد تكلفه البضاعه المباعه. مخزون اول الفتره زائد صافي المشتريات هيساوي تكلفه البضاعه المتاحه للبيع. وكده نبقى انتهينا من نظام الجرد الدوري، وهنبدأ في المحاضرة القادمة في تناول نظام الجرد المستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.